الاجواء المناخيه علينا وعلى كل الفرق، فنظن الاجواء لعبنا مباراه وديه، اللاعبين وقفوا على الجو في الحقيقه ديالو تيتغير، مره تيكون رطوبه مره حراره، فتنظن ليس بالعذر لان كل المنتخبات عندها نفسنا نفسهم، فتنظن بانه العمل اللي خصو يتقام قمنا به، تنتسناو ضربه البدايه ان شاء الله. الحمد لله الامبيونس بيناتنا يعني اخويه عائليه، الجروب فرحان مستعد انه يفرح الشعب المغربي. الحمد لله دوزنا مقابله وديه، دازت كيف ما بغى المدرب كيف ما بغينا، الحمد لله تاقلمنا مع الجو، نتمنوا ان شاء الله نمشيو بعيد في هذه المسابقه باذن الله. وحنا ما كنا ما نديرش الضغط علينا، يعني عارفين شنو تابعنا، يعني غنمشيو بماتش مورا ماتش، نتمنوا ان شاء الله نكونوا في الموعد ونفرحوا الشعب المغربي اللي كيتسنانا ان شاء الله. يعني جينا اسبوع قبل بدايه الكان، يعني بدينا كنستانسوا بالجو ديال هنا ديال افريقيا، يعني معظم اللاعبين يعني عندهم تجربه، يعني دايرين دي كوب دافريك قبل، نتمنوا ان شاء الله نمشيو بعيد ان شاء الله باذن الله. Thank you.